السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. نظرا لأن الموقف بين إسرائيل وفلسطين يتفاقم ويزيد حدة، إذن من دواعي الفرصة أن نغتنم هذه الفرصة لنعقد هذه القمة. كذلك أود أن أعرب عن خالص الشكر وعميق التقدير للقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الدعم. إن اليابان تدين الفعاليات الإرهابية التي ارتكبتها حماس والآخرون في 7 أكتوبر. إن المجتمع الدولي عليه ألا يتسامح مع مثل هذه الأفعال المروعة. إن موقف اليابان بشأن هذه القضية واضح. إننا نعول على أهمية إجراء ما يلي. أولا الفور التحرير الرهائن بطريقة فورية وآنية. ثانيا كل الشركاء يجب أن ينصاعوا للقانون الدولي. وثالثا إدانة وتهدئة هذا الموقف بأقصى قدر ممكن. إذن علينا مضاعفة جهودنا الدبلوماسية حتى نمنع هذا العدوان وهذا التوتر من الانتشار في المنطقة، بل وتهدئة الموقف في أقرب وقت ممكن. إن اليابان عقدت تشاور عن كثب مع الجهات الأساسية في المنطقة مثل فلسطين وإسرائيل وبعض الدول العربية وإيران. وفي 17 أكتوبر استضفت وزراء خارجية بعض الدول باعتبار اليابان تتبوأ منصب رئاسة مجموعة 7. كذلك فإن التحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني. ذلك لأن هناك 1 مليون شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية. وعلينا تمديد الغذاء والأدوية والكهرباء والمياه، لأن كل هذه المؤن على وشك النفاذ. هناك نقطتان علينا أن نعمل عليهما. أولا علينا أن نقدم المساعدات اللازمة للأشخاص ولشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن. ثانيا أنه أمر حتمي وإلزامي على إجلاء الرعايا الأجانب الذين هم لا يزالوا في قطاع غزة، لأن هؤلاء الرعايا الأجانب جميعهم هم أصدقاء للفلسطينيين. كذلك فإن اليابان لديها نظام طارئ لتقديم المساعدات الإنسانية، حيث قامت بتخصيص 10 مليارات دولارات للأشخاص في قطاع غزة لتقديم هذه المساعدات. واليابان تخطط لتقديم المساعدات بناء على الاحتياجات على الأرض بطريقة فورية. وفي هذا السياق أود أن أسلط الضوء على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لكل شخص. ولهذه الغاية فإن مصر لعبت عظيم الدور ودورا أساسيا. وسمعت إلى أن هناك شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة في هذا الصباح للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الحالية. إن اليابان ترحب بهذه المبادرة كتنمية حقيقية على الأرض، وهذا سوف يسهم في تحسين الوضع الإنساني على الأرض. وكذلك نثمن جهود من عملوا بجد لفعل هذا. كذلك ومع التعاون عن كثب مع مصر، علينا أن نتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية بأقصى وأقرب قدر وأقرب وقت ممكن إلى غزة. كذلك أود أن أعارج على الرؤية الطويلة الأمد لليابان. كما ذكر آنفا فإن الأحداث الإرهابية التي ارتكبتها حماس والآخرون يجب شكبها ونكرانها في الوقت نفسه. فهذا يمثل حقيقة أننا علينا أن نستمع إلى أصوات الأشخاص في العالم لإدانة هذه الأفعال. وهذه رسالة تذكرة للأشخاص وكذلك دفع بعملية السلام قدما في الشرق الأوسط بدءا منذ 30 عاما. وعلينا والتراجيديا والمأساة التي نشهدها الآن، علينا
يجب ألا تكون أكثر أو أقوى من عزيمتنا ومثابرتنا. علينا أن نعتزم حل هذه المشكلة. إن موقف اليابان يدعم حل الدولتين وأنه هو الخيار الوحيد على مدار 4 عقود. فإن اليابان تدعم عملية بناء السلام للفلسطينيين، لأن هذا يمثل ركنا أساسيا لعملية السلام. إن اليابان عليها التزام حقيقي وراسخ تجاه الفلسطينيين لا يتزعزع، وكما ترون هذا في مساعدة الأونروا وتقديم المساعدات لأونروا، والذي يتجاوز من إجمالي قيمة مليار دولار في إنشاء مشاريع زراعية وصناعية تحت مسارات وممرات السلام. إننا أمام لحظة فارقة يمكن من خلالها أن نتشارك رؤية لدعم والاتفاق ونبعد الفرقة فيما بيننا. علينا أن نجتمع معا ونتحدث إلى بعضنا البعض لنضمن عملية السلام للمدنيين، لتهدئة الوضع، وأن نضمن أن الأشخاص والشعوب في المنطقة ينعمون بسلام مستدام وأمن مستدام. شكرا جزيلا والسلام عليكم. Thank you very much.